ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ لايف. النهارده هنعمل مع بعض نوع مكرونه جديد شويه علينا بس لذيذ جدا، وهنعمل كمان شوربه خضار بالكريمه. النهارده اليومين دول الجو برد قوي والناس كلها بردانه ومحتاجه شويه وصفات كده سخنه تدفينا، فقلت احسن حاجه نعمل شوربه خضار كده لذيذه ومغذيه بالكريمه، معلش حركه كده بسيطه، وهنعمل مكرونه فاهيتا بالدجاج. برضو طعم جديد ومختلف عن المكرونات اللي احنا متعودين عليها وطعمها لذيذ جدا. اول حاجه هقول لكم المكونات بتاعه مكرونه الفاهيتا بالدجاج. معشان هنحتاج مكرونه بانا، وهنحتاج صدور دجاج متقطعه ترونشات، ممكن نستخدم فراخ بعظم او فراخ مخليه مفيش مشكله، لو النوعين عامه، لو فراخ بعظم هنحتاج ان احنا نسلقها الاول وبعدين نقطعها، لو فراخ مخليه ممكن نقطعها ترونشات، ممكن ناخدها غلوه الاول وبعدين نقطعها، او نقطعها على طول ونسويها على النار. وهنحتاج كمان فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وجبنه مبشوره، وبصله متقطعه مكعبات، بودره ثوم، كمون، وشطه، وبقدونس. نعيد تاني المكونات مع بعض: مكرونه، فراخ، فلفل الوان احمر واصفر واخضر، جبنه مبشوره، بصل، بودره ثوم، كمون، شطه، وبقدونس للوش. دي المكونات بتاعتنا. تعالوا بينا نبدا كده ونشوف هنعمل مكرونه الفاهيتا بالدجاج ازاي النهارده. هي تعتبر من الحاجات اللي هي الوان بوت اللي بتتعمل في حلة واحدة، مش هنحتاج ان احنا نغير كتير ونوسخ حاجات كتير، هنشتغل على طول في الوان بوت بتاعنا. هنحط الوصفة دي كمان كلها بتتعمل بزيت، مش بنحتاج ان احنا نحط لها زبدة او حاجة، هي كلها معمولة بزيت. هنجهز بالفلفل والبصل بتاعنا، دي اول خطوة معنا. محتاج الزيت بقى يسخن كده. الطبق ده احلى حاجه فيه ان هو ملون، يعني فيه الاصفر والاحمر والاخضر، فطبق شكله لذيذ طعمه لذيذ، فهنحتاج نحط فيه كل الالوان بتاعه الفلفل كده، ندي لطبقنا لون حلو. هننزل بالفلفل زي ما انتم شايفين، انا مقطعه الفلفل رونشات كده، ده الطول والشكل اللي انا محتاجاه للفلفل بتاعي، بحاول اقرب على قد ما اقدر ان كله يبقى نفس الايه الحجم والشكل عشان الطبق يبقى كله متناسق مع بعض. نحتاج ان احنا نخلي الفلفل ياخد يعني يبدا يخش ان هو يطرى شويه او يستوي شويه، نشوحه شويه قبل ما هننزل ببقيه المكونات علشان ما يبقاش ني واحنا بناكل المكرونه. يبقى كده نحتاج نسيبه كده ايه ياخد 5 دقايق من التشويح. الفلفل الالوان من انواع الخضار اللي مليانه فيتامين سي، وناس كتير ما تعرفش المعلومه دي ان هو من الحاجات الغنيه جدا بالفيتامين سي، فطبعا في الجو اللي احنا فيه دلوقتي وبرده بالنسبه للبرد والعيا وكده، فده برده مفيد ان كل واحد ياكل فلفلايه اي لون منهم، طعمه لذيذ ومسكر شويه كده، او نحطه في الاكل نستخدمه في السلطه، مفيد قوي 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 في اليومين دول اللي احنا فيه. دلوقتي اهو بنقلب كده، وهنخلي البصل جنبنا. البصل انا مقطعه كده زي ما انتم شايفين، ده الحجم اللي انا محتاجه البصل يكون عليه. انا هحط البصل دلوقتي، احنا هنسيب دول كده عايزين نهدلهم النار شويه
ممكن أبدأ معاكم في شوربة الخضار علشان هتاخد وقت في التسوية بتاعتها، فممكن نبدأ كده على ما البصل والفلفل ياخدوا وقتهم في ان هما يتشوحوا شوية، نبدأ مع بعض في شوربة الخضار. هقول لكم المكونات بتاعتها دلوقتي. معانا شوربة الخضار بالكريمة. شوربة الخضار بالكريمة هنحتاج بصل مفروم، بصلة صغيرة مش هنحتاج بصلة كبيرة، وهنحتاج شوربة أو مية ومكعبات شوربة، هنحتاج بسلة، جزر، فاصوليا، كرفس، زبدة وكريمة. بالنسبة للخضار أنا النهاردة مستخدمة الفاصوليا والجزر والبسلة. اللي ممكن نضيفه ممكن نضيف بطاطس، ممكن نضيف كوسة، ده ما فيهوش اي مشكله ان احنا نزود، ممكن نشيل حاجه ونحط حاجه، دي برضو بترجع لذوق كل واحد بيحب انواع خضار ايه علشان يستخدم. هقول لكم المكونات تاني كلها دلوقتي. نبص كده على الوصفه هنا بتاعتنا، نرجع تاني. المكونات بتاعتنا تاني: فاصوليا، جزر، بسله، بصله صغيره مبشوره، كرفس، مكعبين شوربه او شوربه فراخ، زبده وكريمه. دي المكونات بتاعتنا كده. شوربة الخضار بقى في الجو البرد اللي احنا فيه ده تبقى لذيذة جدا وتدفي ومغذية. هنحط زبدة، نحط شوية زيت برضو معاها. ممكن كمان نضيف لشوربة الخضار شعرية، شعرية محمرة ونحطها مع شوربة الخضار، برضو بتدي طعم لطيف. انا النهاردة عاملة لكم من غير شعرية، وهقول لكم امتى بالظبط الوقت اللي تزودوا فيه الشعرية. الشعرية انا دايما لما باجي اعمل شوربة الخضار بحمرها برة، وبعدين في الوقت اللي هقول لكم عليه تحطوها بقوم حطاها عليها. ده هنا ونيجي احنا هنا. ريحة الفلفل بقى مع البصل جميلة جدا. دي شوربة الخضار. أول حاجة هحط البصلة المفرومة، بصلة صغيرة عشان أنا مش عايزة الطعم يبقى يعني البصل يبقى طعمه جامد شوية فيها. أنا محتاجة بصلة صغيرة مفرومة، وهنحتاج ان هي تستوي شوية قبل ما اكمل بقية الوصفة بتاعتي. كويس كده النار هادية، تاخد وقتها في التسوية شوية لان هي محتاجة حوالي من 6 لـ 7 دقايق التسوية بتاعت الفلفل والبصل. كده البصلة اهي بدأت شوية تدبل. طيب احنا الخضار بتاعنا النهاردة بالنسبة للفاصوليا والجزر والبسلة كلهم تقريبا وقت التسوية بتاعهم قريب، بس هنبدأ نحطهم بالترتيب ده: فاصوليا، بسلة، وبعدين الجزر. مش هنحطهم كلهم مرة واحدة، عشان كده انا حتى مش حطهم على بعض، هستخدم كل واحد لوحده. اهم حاجة ان البصلة بتاعتي ما تتحمرش، انا عايزاها بس يبقى لونها ذهبي، لان ده هيدي الشوربة طعم مختلف تماما عن اللي انا عايزاه. كده هبدأ احط الفاصوليا. اقلبها مع البصل. واخلي جنبي بقية الخضار. ممكن زي ما قلت لكم نزود بطاطس او كوسة مع الشوربة دي، نديها فايدة اكتر ونستفيد من شوربة الخضار وناخد الخضار كتير فيها، نزود على قد ما نقدر. الكوسة عامة من الخضار اللي
يعني ما بيغيرش من طعم الحاجة، طعمه بسيط. والبطاطس برضو نفس الحاجة ما بتغيرش، فممكن نزودهم ان احنا نزود فايدة الشوربة بتاعتها. بفضل اقلب كده الفاصوليا مع البصل والزبدة ياخد الطعم بتاعنا. طبعا احنا لو عايزين نخليها صحية تماما هنستخدم نقطة زيت في الاول نحط فيها نشوح فيها البصل وكده، والخضار مش هنستخدم زبدة خالص، وطبعا هنحذف الكريمة. اهو الفاصوليا بدأت ايه تدخل على التسوية شوية. في المرحلة دي هبدأ ازود البسلة. انا ليه بحطهم بالترتيب كده؟ علشان كل واحد بياخد سوا ممكن اكتر من التاني، فالفاصوليا بتاخد سوا اكتر شوية من البسلة والجزر، عشان كده باخدها هي الاول مع السخونة تاخد التسوية بتاعتها. هنا البصل والفلفل بدأوا برضو يخشوا في التسوية بتاعتي عشان نكمل المكرونة فاهيتا. لو انا بقى هحط الشعريه في شوربه الخضار بتاعتي، باجي بقى بطاسه تانية بره بحمر كميه الشعريه اللي انا عايزاهم. لو انا طبعا شغاله بزبده بحمرهم في زبده، لو انا شغاله بزيت بشتغل بزيت. بس هي لو انا عايزاها تبقى صحيه تماما ما فيهاش اي كاربز ولا اي حاجه، يبقى يعني هضحي بالشعريه وبحمرها وبخليها جنبي علشان وقت ما هعوز ان انا احطها هقول لكم امتى هنحطها. دلوقتي هزود الجزر. كل الخضار بقى بياخد كده ايه تشويحة، برضو الحركة دي بتدي طعم لذيذ قوي، بتخلي طعم الخضار برضو ياخد من طعم البصل ويخليها طعم مختلف. وهنحتاج ان احنا نجيب الكرفس. الكرفس من الحاجات اللي بتميز شوربة الخضار وبتخلي لها طعم حلو قوي قوي قوي، فلازم يبقى شوربة الخضار فيها كرفس. دي اهم خطوة في شوربة الخضار زي ما بقول لكم، اللي بتخلي طعم شوربة الخضار مختلف ومميز. في ناس فاهمة ان شوربة الخضار ان انا اجيب شوربة احط فيهم الخضار خلاص يتسلق وتمام، خلاص بقت كده شوربة خضار. احنا لازم برضو ندلع الاكل بتاعنا ونخليه مختلف ونخليه طعمه حلو. ده انا رفعت دول من على النار عشان عايزين نكمل الوصفة بتاعتنا، بس خلينا نخلص الشوربة ونسيبها تستوي علشان نكمل المكرونة. عندي شوية بصل بس ماسكين في المعلقة فهنحتاج ننزلهم. دلوقتي احنا بنفضل نقلب في البسلة مع الجزر مع الفاصوليا والبصل مع الزبدة، كل ده بنقلبه مع بعضه. هنفضل نقلب فيهم حوالي دقيقة كمان، ممكن نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع بعض شوربة الخضار ومكرونة فاهيتا بالدجاج.
كنا قبل الفاصل بدأنا في المكرونة فاهيتا بالفراخ وبدأنا في شوربة الخضار. النهاردة عندنا شوربة خضار بالكريمة، وكنا عملنا ايه بقى؟ اراجع معاكم الخطوات علشان نرجع تاني نكمل. حطينا زبدة مع زيت، وحطينا بصلة مبشورة صغيرة زي ما قلتلكوا. بعد كده بدأنا، احنا مستخدمين النهاردة خضار بسلة وجزر وكوسة. حطينا الأول الفاصوليا، فاصوليا أنا أسفة مش كوسة، وحطينا فاصوليا وبعدين حطينا البسلة وبعدين حطينا الجزر. قلت ممكن إن احنا نستخدم كوسة وبطاطس كإضافة لشوربة الخضار بتاعتنا. دلوقتي أنا كنت قبل الفاصل بشغالة على ان انا افضل اقلب الخضار بتاعي مع البصلة علشان تاخد الطعم وتبدأ تخش في التسوية بتاعتها. وحركة ان احنا نشوح الخضار مع البصل والزبدة بتدي طعم احلى للشوربة بتاعتنا وبتخلي ليها تيست لذيذ. دي اول حاجة كده احنا عملناها اهو، ما حطيتش كنت الكرفس. دلوقتي انا هبدأ احط نص كمية الكرفس. انا بستخدم الكرفس الورق بتاعه والعود بتاعه، بقطعه برضو صغير وبستخدمه، محدش ياخد الورق بس. وهنحط كده الكرفس. اول ما بنحط الكرفس على النار بنلاقي ريحة الكرفس طلعت علينا. وكنت بقول لكم قد ايه الكرفس من اهم الحاجات في شوربة الخضار، لانه بيدي طعم حلو قوي للشوربة. هاتي نبدأ بقى نحط ملح وفلفل. احنا هنستخدم النهاردة مكعبات شوربة. طبعا لو عندنا شوربة فراخ هيكون احسن كتير وهتبقى طعمها احلى، بس احنا ما عندناش النهاردة، فهنستخدم مكعبات شوربة ومية. برضو بتلحقنا وبتأدي الغرض وبتخلي الشوربة بتاعتنا حلوة. حطيت الملح والفلفل وهجيب مكعبين شوربة حطيتهم. اقلبهم شويه كده، عايزاهم ياخدوا السخونه ويبداوا برضو يفكوا، وبعدين هبدا احط الشوربه او الميه بتاعتي. اهم حاجه ان احنا ما نستعجلش في الخطوات بتاعه الشوربه، لان كل ما بندي الخطوه حقها ان هي تاخد نفس الطعم اللي انا عايزاه او التسويه اللي انا عايزاها، ده بيخلي طعم الحاجه بتاعتي يكون احسن. انا كده حمرت الخضار بنسبه كويسه، كده بيكون دخل تقريبا على نص سوا، يعني ما بياخدش وقت طويل بقى في الشوربه وهو بيستوي. لو انا محمره بقى شعريه وهزود شعريه في الشوربه، زي ما كنت بقول لكم ان احنا ممكن نعمل شعريه نحمرها في طاسه بره وبعدين نحطها، ده الوقت اللي انا هحطها فيه علشان تتقلب كده مع الخضار ثانيتين طبعا، لان هي بتكون خلاص اتحمرت خدت اللون اللي انا عايزاه، فانا مش عايزاها تحمر اكتر. انا بقوم مزوداها كده دلوقتي، اخدها تقلبتين مع الخضار قبل ما انزل الشوربه. نزل البصل يمسك في المعلقة. دلوقتي هبدأ أحط الشوربة بتاعتي أو المية. أنا معلية النار عشان أنا عايزاها بقى تغلي وبعدين هنوطي عليها كده. دي الشوربة بتكون تقريبا استوت، وهنكمل بقية الخطوات وهقول لكم امتى هنحط الكريمة. بس زي ما اتفقنا، انا لو انا هحط لها شعرية بكون بحط الشعرية في المرحلة اللي فاتت. في حد كان بيسألني دلوقتي ان امتى نحط الكوسة والبطاطس، عشان انا ما قلتش امتى بيتحطوا في اخر حاجة، لان يعني الكوسة اخر حاجة، البطاطس المرحلة اللي قبلها، يعني بعد ما احط الجزر احط البطاطس، والكوسة اخر حاجة. الكوسة ما بتاخدش وقت في التسوية خالص، فهنحطها قبل الكرفس على طول بدقيقتين.
بس انا هسيبها بقى تغلي وهنرجع بقى للمكرونه بتاعتنا نكمل اللي كنا بنعمله. كنا عملنا ايه بقى في المكرونه؟ كنا حطينا الزيت، وانا قلت لكم ان الوصفه دي هتتعمل بزيت. حطينا زيت وحطينا عليه التلات الوان من الفلفل، حطينا اخضر واصفر واحمر، وبعد ما شوحناهم شويه صغيرين حطينا بصل متقطع مكعبات. نرجع بس نسخنهم كده عشان نرجع نكمل الوصفه بتاعتنا. احنا لسه فاضل لنا شويه كرفس هنشيلهم مش هنضحي بيهم، هقول لكم هنحطهم امتى. دلوقتي انا عندي الفراخ دي عايزه بس ايه تسخن، وبعدين هنبدا نكمل. هنا الشوربه بدات برضو تخش تغلي، انا عايزه اول ما تغلي هنقلها هي على عين هاديه عشان تاخد وقتها في التسويه. ممكن نعمل ده دلوقتي اهو. نيجي بقى نشتغل هنا كده على نار عاليه للمكرونه. دلوقتي هنحط الفراخ، هحتاج ان انا اول ما يسخن كده نبدا ننزل بالفراخ. ريحه البصل كده مع الفلفل لذيذه جدا. اهو هبدا بقى الفراخ احطها. انا مستخدمه الفراخ صدور فراخ، بقطعها ترانشات كده مش صغيره قوي، واخليها كبيره شويه علشان برضو تبقى مع المكرونه طعمها لذيذ وواضح. طبعا لو احنا حابين نقطعها اصغر او نقطعها بالطول اكتر ده طبعا يرجع لذوقكم. انا النهارده مقطعاها كده زي مكعبات صغيره كده، نقلب كده. عايزين الفراخ برضو تاخد تشويحة مع الفلفل والبصل، وهنحط لها شوية ملح وفلفل. كده. الوصفة دي برضو بتكون سبايسي شوية، انا بحط لها تقريبا 8 معلقه شطه، هي بتديها طعم كده ايه يعني لسعه بسيطه. طبعا بقى لو حد بيحب السبايسي قوي ممكن يزود الشطه زي ما هو عايز. دلوقتي نحط الشطه، وهنحتاج كمون معانا نص معلقه كمون. كل ده احنا بقى بنتبل دلوقتي، ده وقت ان احنا نتبل الحاجات بتاعتنا. وده بودره ثوم اهي كده بقى الريحه طالعه بقى، الكمون مع الشطه بودره الثوم دلوقتي اتحطت. انا بستخدم بودره ثوم عشان بودره الثوم بتبقى طعمها شويه اهدى من الثوم العادي، ففي الوصفه دي انا مش عايزه الثوم طعمه هو سوري طعمه هو اللي يبان عن البصل، ما عايزه كل حاجه طعمها يبقى ظاهر معايا. نقلب كده، هنحتاج ان احنا نسيبها شويه تاخد التسويه بتاعتها ان هي انا باخد الفراخ بسلقها الاول قبل ما بستخدمها. في طريقه تانية ان انا اقطع ترانشات رفيعه قوي للفراخ، وقبل ما بحطها بسويها بره مع ملح وفلفل ومثلا شويه زيت، واقلبها لحد ما تستوي وبعدين احطها في على الفلفل. فانا بقصر المرحله دي ان انا بسلقها واقطعها واحطها عليها.
لان في الاخر هو نفس الطعم يعني. احنا كنا محتاجين حاجة للوصفة دي كمان، نجيبها دلوقتي. محتاجة نهدي النار كده اهو ونقلب شوية. تعالوا نبص على الشوربة كده ونشوف ايه اخبارها. بدأت تغلي، بدأ الخضار يدخل التسوية. سيبها متغطي عليها. نقلب الشوربة. انا نسيت اقول لكم ان احنا في المكونات بتاعت المكرونة دي محتاجين لبن. انا هنجيب لبن دلوقتي ونكمل معاكم الوصفة. عندنا فاصل بعد قد ايه؟ اوكي تمام. احنا دلوقتي عملنا شوربة الخضار، شوحنا الخضار مع البصل وحطينا معاه مكعبين شوربة أو شوربة فراخ وسبناه يستوي. هنا الفاهيتا حطينا الزيت وشوحنا معاه الفلفل والبصل وزودنا بعد كده الفراخ اللي احنا مقطعينها وتبلناها بشطة وكمون وبودرة ثوم وملح وفلفل. ودلوقتي شغالين عليها ان احنا نقلبها كده عشان تاخد طعم وريحة الفاهيتا، عشان احنا عاملين مكرونة فاهيتا. فدلوقتي هتاخد الطعم اللي احنا محتاجينه ونرجع لكم تاني بعد الفاصل نكمل معاكم مكرونة وشوربة الخضار. كنا بنعمل شوربة خضار بالكريمة وباستا او مكرونة فاهيتا بالفراخ. عملنا ايه بقى في المكرونة؟ حطينا الفلفل والبصل وشوحناهم كويس جدا الاول، بعد كده حطينا الفراخ وتبلناها بشطه وكمون بودره ثوم وحطينا كمان عليها ملح وفلفل وقاعدين بنحمر بقى فيهم علشان احنا عايزين كل ده ياخد الطعم بتاع التحمير بتاع الفاهيتا. فبنفضل نقلب فيهم كويس قوي لحد ما حتى بصوا الفلفل بيبدا ياخد لون غامق، يبدا يتحمر. كل دي خطوات مهمه قوي، لازم يعني ما تقصروش الوقت فيها. لما بقول لكم ان دي حاجات خطوات مهمه لازم تكملوا فيها فتره، ده علشان توصلوا لاحسن طعم للوصفه. البصل محتاج كده يتحمر، الفلفل محتاج يعني تحاول ياخد طعم الشوي. انتوا طبعا فاهمين طعم الفاهيتا بيبقى عامل ازاي، هو ده الطعم اللي احنا عايزين نوصله. بصوا الفلفل بيتحمر ازاي ياخد طعم، هو ده اللي احنا عايزينه علشان يدينا الطعم اللي احنا عايزينه في الاخر للباستا. هنستنى دقيقتين كده عليها وبعد كده هنبدأ نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. هنا عندنا شوربة الخضار، تعالوا بقى نبص عليها. كنا شوحنا برضو الخضار مع البصل، الفاصوليا والبسلة والجزر، حطيناهم حطينا معاهم بصلة وشوحناها، وبعدين حطينا الكرفس ومكعبين شوربة. دلوقتي الشوربة بتاعتنا ايه، بدأ الخضار بتاعنا يخش على السوا، انه هو تقريبا مع التشويحة الاولانية دي بيكون وصل لنص السوا. علي بقى النار هنا كده على الفاهيتا عشان نبدأ نكمل. انا قلت لكم ممكن تقطعوا الفراخ بالشكل اللي يعجبكم، وانا بفضل ان انا اخدها اسلقها الاول علشان اضمن ان هي استوت كويس، وبقطعها المكعبات دي او الترنشات الطويله، اي حاجه منهم بتكون طعمها لذيذ. نار عاليه كده وعايزين طعم الشوي بدا يطلع عليا اهو.
ريحه طالعه زي ما بتقعدوا في المطاعم وتطلبوا الفاهيته وتيجي الدخنه طالعه منها والريحه بتبقى حلوه قوي، ده نفس الطعم والريحه اللي انا عايزه اوصل لها من الخضار والفراخ. هي بس هي نشفت شويه فانا هديها نقطتين زيت كده عشان تسخن الوك بتاعتي اكتر. نقلب كده ايدينا فيها عشان مفيش حاجه تتحرق، والخطوه اللي جايه هنبدا نجهز باللبن. انا كنت قلت لكم قبل الفاصل ان انا كنت ناسيه اقول لكم ان في لبن في المكونات بتاعتنا، فاحنا هنزوده. هنحتاج لبن في المكونات وده عشان نخلي الباستا بتاعتنا كريمي اكتر. احنا كده خلاص وصلنا للطعم اللي احنا عايزينه، الشكل اللي احنا عايزينه. هنحط اللبن، مش هحط كتير، هحط تقريبا نص كوبايه صغيره، وهبدا اقلب وهجهز بالمكرونه بتاعتي. نحط بقى ايه المكرونه كده. نقلب. اول ما هنحط المكرونه هنلاقي الصوص ده بدا يتخن لوحده كده من النشا بتاعه المكرونه. نبدا نلاقي الصوص بتاع الفاهيته بدا يتخن كويس كده. لو حسينا ان هي ناشفه شويه ممكن نزود لها نقطتين لبن كمان. احنا كل ده على نار عاليه، هنسيبها كده شويه صغيرين على النار، وبعدين هنرجع لشوربه الخضار. شوربه الخضار بتاعتنا خلاص استوت، انا هطفي النار خالص. خلاص انا طفيت كده النار على شوربة الخضار تماما. خلاص كده ممكن نرفعها بقى من على النار، ومعايا الكريمة. دي اهم حاجة ان احنا ما نحطش الكريمة تغلي مع الشوربة على النار، زي ما بقول لكم الكريمة هتبوظ. هنرجع بس المكرونة كده طيب. احنا معانا اهو طبق الشوربه، هنقوم حاطين الكريمه. بس كده اهو. وبعدين كنت قلت لكم ان احنا شايلين الكرفس، هنحط معلقه كرفس كده فريش، بتدي بقى طعم في النهايه حلو جدا. شايفين المكرونه بقى عماله ايه تتحمر وتاخد الطعم اللي احنا عايزينه. دلوقتي خلاص اهي شوربه الخضار جاهزه، نبدا نغرفها. ما نحطش بقى خالص الكريمه على النار علشان ما تبصش وما يعني ما تفصلش، هتعمل زي سمنه. محدش يغلي خالص الكريمة على النار. كريمة على النار، المفروض اما نشيل حاجة من على النار نحط كريمة. ودي شوربة الخضار النهاردة اللي عملناها، شوربة خضار بالكريمة. وصفة شتوية لذيذة وصحية وتدفينا في الجو البرد اللي احنا فيه دلوقتي. زي ما انتم شايفين، بصوا بقى، بصوا شايفين المكرونة. هنبدأ نحط لها شوية جبنة، انا مستخدمة جبنة جودة،
ممكن تستخدمه ميكس تشيز او في جبنه اسمها بيبر جاك، هي دي المفروض الجبنه الصح، بس انا قلت استخدم لكم الجوده النهارده علشان تبقى حاجه سهله في متناول الايد وطعمها برده هيدينا الطعم اللي احنا عايزينه. كده المكرونه بصوا بقى بدات تمص ازاي، نديها بقى ايه حته لبن كده بسيطه برضو، خليها برضو لسه كريمي. وهنبدأ نغرف المكرونة بتاعتنا، طبق لطيف، وجبة فيها الفراخ وفيها الخضار وفيها كل حاجة، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا وسهلة، واتعملت على طول في حلة واحدة او في طاسة واحدة، ما وسخناش حاجات كتيرة في المطبخ، عشان عارفة ان الناس ايه ما بيبقوش عايزين المطبخ يتبهدل، نعمل وصفات سريعة ونخلصها من غير ما نبهدل الدنيا.